كرافت التحديث الجديد 1.15 الجزء الثاني حرب السيوف. معاكم عبد الله بن عمي حط بابا نويل. يلا شباب خلينا نبدأ. يلا عبد الله. شو طلعت؟ لا يلا شباب هسه يجي صديقي خلنا نسوي المكتبة. عبد الله مو نفس ذيك النوبه تسويها اوفاس اوفاس سوالي يا شباب الحين كمل المكتبة. هاي تجي تنطيك ليفل وتطويرات قوية. والله شباب انصحكم بيها سوى نفسها مو كذي. عبد الله لا تضل تحكي. وخر بالله وخر خلينا نحطها وخر وخر ولك 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 تريد تطور بالمكتبة طور بس لا ظل تخبي. طبعا ضافوا بيها هاي وانا اللي حاخدتي انت وهاي شوف انا اخذ خذ جولدن ابل المطورة. لا والله ما يحتاج. وخذ لحم اصلا ما يحتاج صدق. انا ما اسويها بماي. انا ما طلعت. انت هو من اللعبة والله بالقرآن. انت تليفونك بس طلع اعلانات ولك لا مو اعلانات هو طلع. شباب شلون عم بيه التطويرات اللي شو شيء مين لعب الجواد كلام الله يوم انا ليس حاجة سعيد. اسكت اسكت لا فات تحكي. بش مرقة بطن مات هاشي جواد. يلا عبد الله هلا بوع السهم مات عبد الله كو كذي كذي ما واجه سهمي هو يميل ويمك انت تقدر تاخذه. اليوم عبد الله ضربة واحدة من السهم سيطيره إلى بغداد وكردستان. هذا ما يجي تقول تروح والله انت ما تنجح بقناتي. انا ما تصير بشمال يعني. انفينيتي يا عم انفينيتي بعد ما نحكي يا انفينيتي.
خلينا نحط الفادر فولينج. وين الفادر فولينج صديقي؟ فادر فولينج هلا بعمل الشاي. متنا عبد الله وما تعبد الله. هجوم بيتك من التطويرات كيف ما دا يطلع من الكتابات. والله يلا ستبدأ الحرب وبعدها ستة خمسة. يلا انا بس احط هذا ثلاثة اثنان واحد ستبدأ الحرب. معقول من يشغلها؟ هذا من يشغلها؟ ايش شغل؟ ما راح تخلينا اسمعوني الشباب الطيبة شكرا. بيلا عباس ما تعبنا والله. واحد والله اثنين والله ثلاثة ولا عوفة. يلا واحد اثنين ثلاثة قو. يلا يلا شباب بدأت الحرب مع عبد الله. حرب جدا قوية. خذ عبد الله. اما انا حرق انا حرق الماء حرقني. طعني اسهم ولك. هذا الانترنت يمي مو زين. تدري ايش لازم باور او الماكس انفينيتي وشارنش. والله لو تموت مات. انفينيتي وشارنش دمين دم خبلين. ما ودي ده شباب والله. هذا بالقرآن ما عندك اسم من هاي العادية البيض. الله هاكو لا ذبت علي يا الله. شلون حجي بسيف بسيف أزلمة بسيف. والله مو هكر. شو يسخر؟ ساعات لفوق بس ساعات الرجعة. والله. خلينا نضرب الأقل فوق.
باب والله العظيم ما اشكي. ابلع 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 دبلع دبلع. عجلا اكو واحد يشترك بقناتها. لحمي ولك لحم هو انا اريد اجيب. العبوي الله الحصان ده يجي. والقران لو كتير. والله مو عين. ايوب لو طاق علي ايوب. ايوب حيهم من جيتون. ايوب تضربني بس همو. انتهى كارو. اوه والله القرآن باب تضربني وما اضربك. يلا تعال شباب. انا رجال والوقت وافتخر. هجم بوقتك يطير سيفك. سيفك يطير. تلعب بالنار يا ولد. والله في شي موت زي ما جيت حطيت هالي بلوك. شلون جاهل معفن. أنا متي. وشيو طلعت طلعنا اللعبة وما قسمي.
شكرا أنتي شكرا أنتي أنتي ماي جوش يعني حال ما في الحيوانات ولا انا ما لفع القوة شنو قوة السهم وين الحجي وين الحجي والله فعلت قوة السهم اليوم تموت ما بيها مجال شباب شتنا مرتين وصلنا لنهاية الحلقة اتمنى يعجبكم الفيديو ولا تنسون تنطون لايك وتشتركون بقناتي واذا ما مشتركين اقعدوا باي شباب باي باي.